يلا يلا دستور يا حريم. شرفوا ابن عمي، شرفوا على اوضه الضيوف. حريم وايه؟ كلياتنا ببيت المهم. يلا بريم لجوا، انت حركي. يا حي الله المختار ابو حاتم، يا اهلين وسهلين. يا الله يا اهلين وسهلين. شرفوا يا شيخ، ما شرفوا. وين مخالي؟ صار له حصه مخصوص من الكتاب، ماني شايفه. اهلين شيخ، اهلين وسهلا. شرفوا اخي، شرفوا. يا الله يا الله، شرفوا اخي، شرفوا. يا الله يا حي الله المختار. كلهم ألم قايم عرفتهم، أبو حاتم مختار الحارة، والشيخ أبو عبدو شيخ الكتاب، وأبو أحمد الحلاق شيخ السلتات. يا سعدية، لك شو بتفرجي على عجايبك عجايب؟ تعينينا بسك بالأكل، حرقي أواق. شحمي جاية مرتمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. الله يطرح البركة فيهم. اللهم زيد وبارك. الله في بعد تحمل القشاش عشان نعمة ربي، ثلاث دعوة أصابيعي على قد مو سخنين. لك عيب عليك يا سعدية، حرام هالحكي، هي نعمة رب العالمين. استغفر الله. كبل لي أصابيعك مي باردة، بتخف حرارتهم. عم بلهم مرت عمي، عم بلهم، بس هي الأكلة نار على حلو. شو الأخبار؟ طمنوني يا جماعة. طمن بالك، تخبرني. كله تمام، تشكر آسي. بزمتي بزمتي، لحتى ضيوفك ياكلوا أصابيعهم. إنه رأيك هيدا هالقشي؟ الله يسمع منك يا سعدية. دوق تقبرني، دوق. حتى أثبت لك إني أحسن من طبخ قشي. مزبوط تقبرني. سعدية هي اللي طبختها للقشي، وأنا وأمك عملنا عليها تشريفات. بدك تقول كوموندا يعني. لا ما أحسن إيديكم، الله يعطيكم العافية. لك أمي خالد ما شايفه، وينه؟ السل هلا ما رجع. لك شكان شيخ الكتاب تبعه ذات نفسه صار عنا بالبيت، وين ما في هو؟ بيكون حيصلح حوصة هون ولا هون، هلا بيجي تقبرني. شفتي آخر الدلالة قلهم مين؟ شفتي؟ هي بدل ما يجي بريم الكتاب لعند مني لهون لحتى يعيني بالضيوف، شعوا فلتام الزقاية هلا. يو تقبرني، أنت لا تهز بدنك، شو بدك نحن من عينك؟ عندك ضيوف هلا. ماشي، هلا عجلوا واسكبوا الأكل، من جاية خالد تبعتوا سكبة لبيت أم هدية وسكبة لظافر وعاشور بالزريبة، ومن راس العرمة. ها؟ ها؟ إجا خالد، هي دقته. Thank you.